يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجات جميلة. متابعين الكرام، وده هنا كده ابتداء من 35 ريال، الحاجات دي والتلات قطع ب100. طبعا الحاجات اللي هنا يا جماعة قماشة، الحاجات هنا تحت اهيت، في المباخر دي، وكمان مسك الطهارة موجود. متابعين الكرام، احبابي في الله، وشايفين ما شاء الله تبارك الرحمن واجواء مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهندخل معاكم مجمع الداوديه الجديد، وده يعتبر من ارخص المجمعات احبابي في الله، او ارخص الاسواق للزوار والمعتمرين. وهنا برضو في محل، لا هنروح محل هنا احبابي في الله، كل شيء فيه ب 15 ريال. هنا اجهزه كهربائيه طبعا، هنشوف الاسعار فيه برضو متابعين الكرام. وفي المباخر برضو ما شاء الله، ان شاء الله على كم؟ 30 ريال و20 ريال العادية، الذهبي على 30 ريال والعادية على 20 ريال متابعين الكرام. طبعا هنا محل برضه في سوق الدودية كله أجهزة كهربية وكبات، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. المكوة أو اليدوية دي، عايزين نحاول نشوف أسعار الحاجات. يعني حاجة زي كده كام دي؟ 65 ريال. التفال دي كل المحل أجهزة كهربائية أحبابي في الله، وفي حالة للضغط كمان. السلام عليكم. ولا زلنا متابعين الكرام احبابي في الله في سوق الداوديه الجديد. وطبعا سوق الداوديه ما شاء الله تبارك الرحمن، كل مكان تمشي فيه بتلاقي حاجات حلوه زي كده، ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم، كيف حالك؟ طبعا كل الحاجات موجوده احبابي في الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك يا رب. وكمان العبايات اطقم زي كده متابعين الكرام، ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجات جميلة متابعين الكرام، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله، واسعاره برضو جميله ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني هنا في بيبدا من 35 ريال احبابي في الله، و40 ريال و50 ريال و70 ريال، وبيبدا كمان من 25 ريال احبابي في الله. يعني الاربع قطع من دي ب100 ريال. الحاجات دي كده يا جماعه لاربع قطع ب20 ريال، وقماش جميل جدا ما شاء الله، يعني باين عليه، اللهم بارك يا رب. وده هنا كده ابتداء من 35 ريال، الحاجات دي والتلات قطع ب100 ريال زي ما سمح لنا صاحب المحل او صاحب الحلال. ده كده على 35 ريال القطعه، اللهم بارك يا رب، ما شاء الله تبارك الرحمن. احبابي في الله، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين الجمال متابعين الكرام، وده كده قسم ال50 ريال متابعين الكرام. طبعا الحاجات اللي هنا يا جماعه قماشه، الحاجات هنا تحت اهيت قماش ما شاء الله تبارك الرحمن، وصناعة هندي أحبابي في الله، حاجات جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني فعليا تستاهل، يعني مش حاجات كده وخلاص. يعني ده كده اللي ب50 ريال أحبابي في الله.
شاء الله. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. ما شاء الله، ده الحاجات دي كده على 50 ريال حبيب أحبابي في الله. طب الصغير على كم؟ الصغير، الصغير اللي فوق ده ما شاء الله، وده يا جماعة على 35 ريال. ما شاء الله ما شاء الله احبابي في الله، تشكيله جميله يا جماعه في المحلات فعلا، هنا فعلا حاجات جميله تستاهل انك تيجي وتشوف السوق، لان السوق فعليا حاجات رخيصه وجميله احبابي في الله. ما شاء الله الحاجات دي كده بتبدا من 25 ريال احبابي في الله، المباخر دي، وكمان مسك الطهارة موجود. ما شاء الله ما شاء الله، على كم؟ 10 ريال. والكاسات دي 6 حبات 12 ريال، كاسات كبيرة وعليها الطبع حبيبة الله. كمان مجسم الكعبة كم؟ 4 ريال أحبابي في الله، 4 ريال. وده طبعا المصحف كامل، المصحف كامل أحبابي في الله مع الحافظة بتاعته كم؟ 13 ريال. والكبير، والكبير 28 ريال. ما شاء الله كل المحلات زي ما انتم شايفين متابعين الكرام فيها كل ما تتخيلوه ما شاء الله. الله يبارك يا رب، الله يبارك ما شاء الله. كمان العبايات ان شاء الله تبارك الرحمن، محل تفصيل كمان احبابي في الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ مية مية. السلام عليكم، ادي احبابي في الله ما شاء الله ما شاء الله، تشكيلة جميلة بس نفس الموديلات متهيألي، يعني إلا حاجات بسيطة بس مختلفة ما شاء الله. أسعار تبدأ من كم؟ أقل شيء من 40 ريال يا جماعة إلى 120 ريال، من 40 ريال من 40 ريال إلى 120 ريال الأسعار. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وموجود الخمارات كمان، الخمار كم؟ عندنا كم؟ 10 من 10 ريال حاجة زي كده ما شاء الله. كم؟ هذا 120 120 ريال، 100 ريال آخر يا جماعة. في ألوان موجود؟ في كل الألوان موجودة يا جماعة ما شاء الله، في 40 في 50 ما شاء الله. الله يبارك يا رب، الله يبارك. هذا 50 حلو، دي من 50 ريال أحبابي في الله، 3 قطع، 3 قطع ما شاء الله. في ألوان منه؟ أيوه في كل ألوان ما شاء الله. آخر كم هذا طيب؟ 50 ريال. الله يبارك لك يا رب. هذا 50، ده كله كده 50 ريال ما شاء الله.
المحل فعلا فيه حاجات جميلة يا جماعة ما شاء الله. الله يبارك له يا رب، الله يبارك ما شاء الله. وكمان هنا برضو التفصيل عشان الفنادق. السلام عليكم، كيف حالك؟ هو بيتسحر اهو. كيف حالك؟ بكرة صوم؟ ان شاء الله. برضو بيفصل الحاجات ديت عشان الفنادق والمطاعم ما شاء الله. وعنده القماش برضو، وعنده الطباعة اللي زي كده ما شاء الله. الله يبارك يا رب حبيبنا عمي. محلات أحذية برضو زي كده أحبابي في الله، بتبدأ من 10 ريال و15 ريال. ده قسم ال35 ريال. السلام عليكم. السلام عليكم. ده كده 35 ريال. اللي انتوا شايفينه كله كده متابعين الكروم على 35 ريال لحد هنا كده. بتبدأ هنا نسائي برضو من 30 ريال. وكمان في الرجال اللي زي كده من 30 ريال. الصنادل دي برضو جميلة ومريحة. ده كده على 30 ريال. وده قسم ال25 ريال كمان. برضه الأسعار في المتناول يا جماعة، وحياة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وده كله كده على 15 ريال. الحاجات دي كلها على 15 ريال. وهنا على 40 ريال. ده كده 40 ريال متابعين الكرام. حاجات جميلة برضو ما شاء الله، مش وحش يعني. الله يبارك يا رب. خلي فكوا فينا الشوارع كله معانا. أربعين ريال ده كله. ايه ده بقى؟ برضه 40؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. دي برضه حاجات على 25 ريال. ودي مشغول بس بالايه، وشنط برضه موجودة ما شاء الله. على كم دي؟ 110 ريال. 110 ريال دي الكبيرة. الصغيرة كم؟ 75 ريال الصغيرة. ودي برضو 30 ريال ما شاء الله. ودي برضو في حاجات زي كده. كم دي؟ 40 ريال ما شاء الله. ترجمة
ما شاء الله تبارك الرحمن، متابعين الكرام، احبابي في الله. كيف حالك يا عم؟ اخبارك ايه؟ كل عام وانت بخير. برضه موجود الحاجات الجميله دي عنده، ربنا يرضى عنك ويرضيك يا عم ويتقبل يا رب منا ومنك يا رب. ايه الحاجات دي بقى؟ هذا عندك اللبان الحلو، وفي عندنا المر والمستكة. في لبان حلو؟ ايوه هذا ولبان اللبان حلو ولبان مر ولبان مر والمستكة. والمستكة المستكة بانواعها طبعا. المستكة برضه لها انواع. لها انواع. طب ايه احسن نوع ليها؟ في عندك اللي هو المستكة هذا الابيض، هذا افضل نوع المستكة الابيض. المستكة الابيض اللبان هذا طبعا، اللبان هذا اللبان نظيف هذا. هذا اللبان الحلو تمام. ذو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللبان الحلو وهذا المر. هذا المر طبعا يستفيد منه ينفع كمان للآلم الظاهر، العلاجات كذا. بكم ده؟ ده عندك ب10 ريال. ب10 ريال كمان سعر جملة. والمستكة البيضة هذا المستكة، هذا المستكة ب5 ريال. ب5 ريال كيس ده يا جماعة. ب5 ريال ايوه. في عندك هذا المستكة الأصفر، وفي مستكة اصفر كمان غير الابيض. هذا نظيف ايوه هذا المستكة. هذا ب10 ريال. ب10 ريال برضه. ب10 ريال ربع كيلو. وفي موجود الساعات برضه. واسعار كلها اسعار طيبة، اسعار جملة. ان شاء الله. الرجال هنا، النسائي هنا. السوق كله يا جماعة. ايوه نعم. اسعار جملة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. عندك العطورات كمان، العطورات موجودة الحنة برضه. كم دي؟ هذا عندك ب5 ريال. 5 ريال ربع كيلو. العطورات الزيتيه هذه عندك العلب الكريستال على 5 ريال العلبه. العلبه فاضيه ولا مليانه؟ العلبه فاضيه مليانه ب10 ريال. ب10 ريال توله كامله ما شاء الله. جميع انواع العطور عندك. الاطقم الساعات كبات معلقه على 50 ريال. الله يبارك يا اخي يا رب. وكمان الساعات الاسبوع يا جماعه. هذه ساعات الاولاد نظيفه كمان. بكم؟ هذه على 10 ريال ما شاء الله تبارك الرحمن، متابعين الكرام. وكم موجود الاطقم دي على كم؟ الاطقم هذه على 50، مسوين على عرض 50 ريال. على 50 ريال طبعا، اللون ما يتغير والمويه كلها. الطقم كامل يا جماعه على 50 ريال. موجود موجود السبحه دي كمان. كم ده؟ هذا عندك سبح زيتون. بكم دي؟ زيتون هذا ب 10 ريال. ب 10 ريال يا جماعه، سبحه كبيره ما شاء الله. عندك هذه ب 40 ب 30 اخر شيء. سبحه ما شاء الله تبارك الرحمن. 10 ريال زيتون. ب 10 ريال. والفضه على كم؟ الفضه عندك سعرها طيبه كمان الفضه. بكم؟ الجرام يعني بنعطيه الجرام ب 10 ريال. ب 10 ريال الجرام حبيبي في الله. وكمان بديل الذهب. عندك هذا ايش؟ يقولوا له بديل الذهب. بديل هذا ما يتغير عليه ضمان سنه. بكم بقى؟ على 5 ريال على التطبيق. ب 5 ريال احبابي في الله حبه. وكمان الخاتم اللي هو هذا عندك 35. هذا 35 ريال. عندة برامج ما شاء الله. هذا عندك امير العود فطور زي كذا، هذه ب 5 ريال. ب 5 ريال يا جماعه بالحاجات دي. يلا هذا الخاتم حبيبنا عمي. في محل تمور برضه يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني السوق في كل حاجه احبابي في الله ما شاء الله. وبرضه المكسرات بكم؟ 20. نص كيلو ب 20 ريال يعني الكيلو ب 40 ريال يا جماعه. اللوز والفستق الفستق 50. النص ب 25 ريال ما شاء الله. البلع هذا كم؟ 10. من 10 ريال احبابي في الله ما شاء الله. من 10 ريال احبابي في الله. العلب دي الصغير بخمسة، والصغير دي بخمسة ريال. محشي لوز برضو ما شاء الله. كمان الحلويات احبابي في الله. كم الكيلو هذا؟ بالكراميل هذا زي كيت كات، كيت بيري، بيري ميلك. زي بكم؟ 30. من 30 ريال الكيلو يا جماعه. موجود برضه التين. في عجوة؟ في عجوة. ما شاء الله. في عجوة المدينة هي؟ تمر الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم.
40 ريال. ما شاء الله تبارك الله. This one 5 ريال. كم هذا؟ 40 الكيلو. 40 ريال الكيلو يا جماعة. نعم. ما شاء الله. الله يبارك يا رب. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. حبيبي. ودي سوق الدودية بالخارج يا جماعة. وأجواء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا في محل أحبابي في الله في الدور الأرضي في كل حاجة ب 13 ريال. كل شيء ب 13 ريال. السلام عليكم. اي حاجه هنا ب 13 ريال احبابي في الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ بس كل حاجه. وهذا 13؟ لا هنا 10. 10 ريال. ساعه حلوه 13. ان شاء الله. اي حاجه ب 13 ريال سواء ملابس معذرة أو على عم أطفال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حاجات جميلة زي كده يا جماعة اهو ب 13 ريال. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ كيف حالك يا عمي؟ زمان عنك. فينك؟ كل عام أنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. موجود يا عمي. موجود يا عمي. موجود يا عمي. موجود في قلبك. الله يسلمك. حبيبي حبيبي يا عمي. القلوب موجودة عليك. حبيبي الله يرضى عنك يا رب. إن شاء الله تبارك الرحمن. كل حاجة هنا يا جماعة ب 13 ريال وفي كمان حاجات بخمسة ريال. ان شاء الله ده بخمسة ريال. وكمان موجود الحاجات النسائية برضو. على كم؟ 13 ريال برضو يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. تيشرتات رجالي واطفالي وبناتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. محل فيه كل شيء احبابي في الله. حتى البناطيل اللي زي كده برضه ب 13 ريال احبابي في الله. ما شاء الله. الله يبارك يا رب. الله يبارك. حاجات جميله يا جماعه وكله ب 13 ريال. اه طبعا حاجات حلوه جديده واسعه مفتاح على وجهك على طول. حاجات جدا حلوه على 3 ريال 4 ريال. دي الحاجات دي بقى يا جماعه من 3 ريال و 8 ريال و 4 ريال. الاسعار متفاوته هنا في الحاجات دي يا جماعه. اغلى شيء ب 13 ريال. الله يبارك لك يا اخي. الله يبارك لك يا رب. والجزم وريت الجزم 13. اه طبعا. كل على 13 ريال. دي كله على 13 ريال احبابي في الله. نسائي رجالي كله هذا. دي كله على 13 ريال متابعين الكرام. رجال ان شاء الله. الرجال تشكيله تشكيله روعه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هاي 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 الرجالي ما شاء الله كله على 3 ده على 13 ريال برضه ما شاء الله. والعاب اطفال. الله يبارك لك يا عمي. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك ما شاء الله. دي المحل في الدور الارضي يا جماعه مقابل اخونا عبد الواحد. طبعا عارفين اخويا عبد الواحد طبعا متابعين الكرام. السلام عليكم. السلام. حياك الله. الله انت بخير. انت بخير وصحه. معقوله لحد دلوقتي بتتفرج عليا وما اشتركتش في قناتي؟ صلي وسلم على الحبيب واشترك ودوس زر اللايك عشان بحبك في الله.